السلام عليكم خاوتي، ومرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي راح نشارك معكم موضوع مهم جدا. الامارات العربية خايفة من الجزائر، وراهي تتحاشى الاجواء الجزائرية كراي راح تساعد في المغرب، رغم ان الجزائر فتحت كل الحدود. ايضا هذا الازمة اللي صارت في المغرب كشفت عن عمق المشاكل بين الجزائر والامارات، وكيف ان الامارات حقا خائفة من الجزائر. هذا هو الموضوع اللي احنا نتحدث لكم فيه خاوتي. من قبل ما نبداو الفيديو، راكم عارفين كيف تدعمونا باقوى دعم، اضغطوا على زر الاعجاب خاوتي، شكرا جزيلا لكم. قبل ما نطول عليكم، هيا لتفاصيل الاخبار. في الاول خاوتي، قبل ما نروحوا يعني القضية الطائرات الاماراتيه اللي راهي تهرب من الجزائر وتفتي كامل حدود الجزائر وتطول الطريق باش تلحق للمغرب، رغم انه الجزائر فتحت اجواءها حتى على المغرب اللي راهي قاطعه معها العلاقات. خليني نحكي لكم كيفاه العلاقات بين الجزائر والامارات بدات تتهدم شيئا فشيئا. كما على بالكم خوتي، اول حركه قامت الامارات فيها بهدم العلاقات بينها وبين الجزائر كي طبعت مع الكيان الصهيوني. لكن الامر لم يتوقف هنا، يعني الجزائر مادام الامارات ماهيش جاره معها في الحدود، ما عندها حتى مشكل مع هذا الامر، راح يطبع مع الشياطين كاع، ما على باليش بيك. لكن خوتي، الامارات الان بدات تخدم الاجنده الاسرائيليه، يعني ولات كلبه اسرائيل، واسرائيل ولات تحرش الامارات على الجزائر. من الامارات ولات تصابطي الجزائر في المحافل الدوليه، فمثلا تفوطي ضدها في زعما نهار اللي حبت الجزائر تحصل على مقعد في مجلس الامن. يعني الامارات من الدول القلائل اللي فوطوا ضد الجزائر. ايضا درت الكثير من الامور ضد الجزائر، مثل انها احتضنت اجتماع من اجل زعزعة استقرار الجزائر، وفي هذا الاجتماع حضره يعني كبار اعداء الجزائر مثل المخزن، فرنسا، اسرائيل، وايضا الامارات. ليس هذا وحسب، بل استمرت المضايقات الاماراتية الى الجزائر، والجزائر خلال كل هذا الامر ما دارت والو للامارات خاوتي، اتخيلوا معي، يعني الجزائر ما دارت حتى ردة فعل، بدات يعني دائما تعطيك شغل تقول لا بالك هكذا، بالك ماشي هكا، بالك انا باك فهمت غلط. لكن في احد المرات الجزائر وصلت لحد الغضب، فقام وزير الاتصال انذاك بطرد السفير الاماراتي من الجزائر، وايضا في نفس اليوم تم العثور والتوقيف 4 جواسيس اماراتيين يعملون لصالح الكيان الصهيوني. الان بعد هذا الخبر مباشرة، يعني ببضعة ساعات فقط، خرج بيان من وزارة الخارجية ووكالة الأنباء الجزائرية يقول فيه باللي واش راه قال وزير الاتصال غلط، يعني لم نقم أبدا بطرد سفير الإمارات من الجزائر. وبسبب هذا الخبر تم طرد وزير الاتصال، يعني الخبر الأول اللي يقول باللي تم طرد السفير، تم طرد وزير الاتصال الجزائري وتم استبداله بوزير آخر. الآن خوتي، هنا حقا نبداو الجزائريين يخموا تاع يبدو ان العلاقات راهي متوترة كثيرا جدا، يعني بقى فقط الجزائر تقطعها ديريكت مع الامارات، خصوصا ان الامارات كما على بالكم قلت لكم مطابعة مع الكيان الصهيوني. لكن ايضا في الاونة الاخيرة بدأت تصرى واحدة الامور غريبة وغريبة جدا، يعني خرج دبلوماسي وعسكري اماراتي يتحدث مع قنوات كبرى، وش يقول خاوتي؟ يقول بلي لو كانت نوض الحرب بين المغرب والجزائر، الامارات راهي راح تقف الى جانبي المغرب. يعني هذا الامر حقا كان يعني ضربة لوجه الجزائر، لان الجزائر عمرها ما اعتبرت امارات عدو. فما الذي يحدث الان؟ هنا خاوتي ابدات اتبان اللعبة، يعني خلاص ابدات العداوة تولي جهرا. وانت النهار اللي الصحف الجزائرية بدأت تتحدث على عداوة الامارات ومحاولاتها يعني المستمرة زعزعة استقرار الجزائر. ليس هذا وحسب، بل بدينا نشوفوا السياسيين يخرجوا ويهضروا على هذا الموضوع، مثلا عبد القادر بن قرينا رئيس جبهة التحرير الوطني بدا يخرج ويهضر على هذا الموضوع، يقول بلي كاينه دولة عدو وهي الامارات. نعطيكم فيديو خفيف وقت تشوفوه، ودوك نهضروا لكم على حادثة الطائرة وكيف ان الامارات الان اصبحت خائفة من الجزائر، لان الامارات فاقت بلي الجزائر فاقت به. الدولة الجزائرية وهي اظن كذلك، بل أجزم كذلك، أن تكون عينها مفتوحة بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء التطبيع لتونس، وقد يكون قريبا وقريبا جدا. وأعني ماذا أقول حينها، نقول بأن كل الحدود الجزائرية أصبحت في حالة تلغيم،
وفي حالة استهداف وفي حالة لا أمن وحالة لا استقرار. ودائما في كل هذه اللعبة ترون بأن دولة وظيفية خليجية هي وراء الأزمة بين قطر وبين السعودية، هي وراء التحالف الذي تم بداية بين علي عبد الله صالح وحزبه وبين الحوثي، هي التي أحدثت الأزمة في عديد من المناطق. كما شفتوا خاوتي، ومن بعد وراءها مباشرة بدأت الصحف الجزائرية تتحدث عن العداوة المشحونة من طرف الإمارات على الجزائر، لدرجة أن صحيفة الخبر الجزائرية سمت أبو ظبي بعاصمة الفتنة، وبدأت تتحدث على الدمار اللي سببته الإمارات، من بينها أنها هي سبب الحرب في مالي، لأن الإمارات نهاري كانت في مجلس الأمن اقترحت أن تصدم يعني الدول تاع الناتو على الإمارات زعمة بين قوسين من أجل القضاء على الإرهاب، ولكن هي في الحقيقة من أجل القضاء على الشعب المالي. وبعدها أيضا الجزائر ما سكتتش على هذاك العسكري الإماراتي اللي قال بلي كان زعما الجزائر والمغرب يديروا حرب إن شاء ندعموا المغرب. صحيفة الشروق أيضا هاجمت هذاك الملحق العسكري الإماراتي بهجوم شرس وسمته أيضا بجاسوس إسرائيل. الآن خاوتي نتحدث على الصح، يعني أمر هروب الطائرات الإماراتية من الحدود الجزائرية. يعني تم ملاحظة هذا الأمر لأنه مشي طائرة واحدة فقط وصلت إلى المغرب، ولكن هناك الكثير من الطائرات، وكما على بالكم الجزائر على بالها بكل ما يجرى في مجالها الجوي، وعلمت أن الطائرات الإماراتية تتحاشى الجزائر، رغم أنه من المسموح جدا للإمارات أن تعبر في سماء الجزائر، ليس هذا حسب، حتى أن العلاقات بين الجزائر والإمارات يعني ماهيش متقطعة. وليس هذا وحسب، بل أن الجزائر أعطت الضوء الأخضر حتى لطائرات المغرب باش يدخلوا ويخرجوا عبر الأجواء الجزائرية كما يحبوا بسبب الأزمة. لكن شوفوا خاوتي شو تقول الأخبار، قال لك طائرة الإمارات العائدة من المغرب تتجنب المرور من فوق مجال الجزائر. قال لك تجنبت C-17 للنقل الاستراتيجي الإماراتية المرور فوق الجزائر عكس طائرات قطر والسعودية التي مرت فوق سماء الجزائر عادي. قال لك السلطات الجزائرية أكدت الترخيص بمرور جميع الطائرات التي تكون في مهام إنسانية، فما الذي يحدث بين البلدين؟ الأمر واضح ما الذي يحدث بين البلدين. الإمارات كانت خائفة من الجزائر، ربما ظنت أن الجزائر ستقصف طائراتها، لكن أختي الإمارات خليني أقول لك بلي الجزائر معروفة عنها أنها لا تضرب في الظهر أبدا، والجزائر عينها تضربك تقول لك طول ما كان لها تتخافي وتبدأ تهربي. لكن خاوتي زعما احيانا هذه يسقسوا زعما رئيس عبد المجيد تبون، ولا يسقسوا مسؤولين في البلد يقولوا باللي لا العلاقات بين الجزائر والامارات هي على احسن ما يكون. لكن هذا الحادثه خاوتي اثبتت الكثير من الامور الاخرى، اثبتت في الحقيقه ان العلاقات بين الجزائر والامارات ابعد ما يكون على انها جيده، بل حتى هنالك احتمال ان الجزائر ستقطع العلاقات تماما مع الامارات. ثم شاكم خاوتي في هذا الموضوع، خبرونا لكم في التعليقات. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.